السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل أمينة حافة الجزء الثاني. إليكم ملخص الحلقة 9. عبود بيصرخ لأخوه عبد الله وأمه بيرقدوا بيلاقوا حصة مغمي عليها وبيصحوها. أم عبود بتقول حصة عم تمثل، وعبود وعبد الله بينزعج. أمينة بتخبر حسن وظفتها عزيز بالأرشيف. حصة بخبرة أمها أم عبود ما بتحبها ولازم تلغي موضوع الزواج، بس طيبة بتتخانقها وبتخليها تسكت. قد ما بيطلبني سكايبي غراء، أمينة بتحكي حالها بأنه هدول حراميين. عزيز بتجمع فوز وبتدور وبتقول لازم تتزوج من فوز، أنا مريضة بدي موت وما راح أمن على ابني غير مع فوز. وتوافق فوز. توتي بتحكي قدام عبود انكسر هاتفه، وعبود بياخدها يشتري لها هاتف. توتي بتنقي هاتف وبتقول لعبود دفع حقه، بيقول لها ما معي مصاري وأمي قالت لي لازم ما طالع معي مصاري مشان ما حدا يسرقني. وتوتي بتعصب على عبود وبتمشي.